مش غلط تحكوا لي في الكومنتس مين احلى، بالنظاره ولا بدون النظاره، وحاولوا انه يكون بدون النظاره احلى لان صرت عامل العمليه يعني اتس نوت اوبشنال. ماشي، جاسر مصطفى وجاي توكس ونو مور، وهذا الجزء الثاني من الاسئله المتعلقه بعمليه تصحيح النظر الليزر بي ار كي اي ثينك اسمها. خلصنا 10 اسئله بالفيديو الماضي، وهلا بدنا نحكي عن 10 اسئله ثانيين، لكن السؤال رقم 11 تحديدا له علاقه بالسؤال رقم 10 من الفيديو الماضي. بعد هذا ما حضرته بلا زناخه، روح حضر الفيديو الماضي بعدين تفضل على هذا الفيديو. واذا عندكم اي اكسبيرينسز او اي خبره او تجربه بموضوع عمليات تصحيح النظر او عملتوا عمليات تصحيح النظر قبل هيك، حطوا لنا تجربتكم بالكومنتس، او اذا عندكم اسئله برضه حطوا لنا اسئلتكم بالكومنتس، او اذا ما عندكم اي شيء احضروا الفيديو وتسلوا فيه واعملوا لايك شير سبسكرايب وانيبل للنوتيفيكيشن بيل. خلينا نبلش. والسؤال رقم 11، السؤال رقم 11 بيحكي لك كم المدة او الديوريشن او السبان اوف تايم اللي انت راح تضلك متضايق الاضاءة فيه وتضلك تعاني مع الاضاءة بعد عملية تصحيح النظر بالليزر. انا بالنسبة لي اول 3 ايام كانوا مزعجين جدا 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 من موضوع الاضاءة، سواء الاضاءة النهارية او اضاءة الشمس او الاضاءة الداخلية او الارتيفيشال لايتس او الاضاءة الصناعية. بعد 3 ايام لمدة اسبوع كان الموضوع عم بخف تدريجيا، في الاسبوع الثاني يعني مش ملحوظ، وبعديه خلص ثانك يو بتبطل تتضايق من اي نوع اضاءه عم تتعرض له عيونك. بس في كل هذه المده لازم تضلك لابس النظاره الشمسيه لحتى تحمي عيونك من الاضاءه تحت او فوق البنفسجيه، مش متذكر اللي تحت ولا اللي فوق. فهذا هو الموضوع. وبننتقل للسؤال رقم 13، شو سبب هذا الانزعاج الشديد بعد العمليه، سواء من الاضاءه او من الوجع او من دموع او whatever. باي ذا واي بضلها دموع 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 للصبح، دموع بعد العمليه مباشره، هذول اول يومين 100% الوضع. فشو السبب اللي انا فهمته من الموضوع سواء من الدكتور او من اصدقاء اللي بيشتغلوا في مجال العيون والنظارات والى اخره؟ عمليه تصحيح النظر في الليزر هي عباره عن تسليط ضربات للليزر على العين او على ببو العين، وبتزيل او بتكشط لاير بسيطة جدا 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 من العين لحتى تعدل تحدبها او تقعر تحدبها طبعا، علشان يتصحح النظر. وفي كمان عندك انت طبقة اصلا، هذا حكى لي اياها صديقي اللي بيشتغل في مجال العيون، ما بعرف قديش صحيح المعلومة، لكن المعلومة بتحكي لك انه في طبقة حماية على العين، هذه الطبقة كل 7 ايام تتجدد، يعني ربنا بيعطيك ability او بيعطي عينك ability انها هي تجدد هذه الطبقة، لأن تتعرض للخدش، تتعرض للغبرة، لكن at the end of the day هي بتتجدد كل 4 ل7 ايام. علشان هيك اول مدة بعد العملية هي مهمة جدا، وبحطوا لك عدسة حماية على العين علشان هذه الطبقة تتشكل، انها بتكون اصلا موجودة. بسبب هذا الكشط اللي بيصير وبسبب إزالة هاي اللاير الحماية، فبيكون عينك حساسة جدا سواء للإضاءة أو للغبرة أو للهواء، وممنوع أصلا أنك أنت تفرك عينك طول المدة الأسبوعين اللي بعد العملية، وممنوع أنك أنت تغسل أو يجي عليها مي أو شامبو أو whatever. الشغلة الثانية بعد العملية مباشرة، أنت في عندك جفاف تام 100%، علشان هيك أنت بتكون منزعج من هذه الأشياء اللي ممكن تتعرض إلها العين، واللي هي بالنسبة لنا كانت أبسط إشي وما كنا نلاحظ إنه هو أساساً موجود في الحياة، إضاءة، هواء، غبرة، لما تدخل على العين كنت منزعج منها. هلأ بعد العملية بأربع أيام بتكون العين بلشت تتعافى وبلشت تتشكل هذه الطبقة، ولمدة 14 يوم بتكون العين عم تلتئم من العملية. ففي هذه المدة اللي نحن عم نحكي عنها انت ممنوع انك تفرك عينك، عشان هيك بنصحوك انك تضلك لابس النظارة اللي بيعطوك اياها اللي بتكون بحبل على الراس حتى خلال النوم، وممنوع انك انت تتحمم، المي تكون جاي على عيونك او تيجي على عيونك بشكل مباشر، او الشاور يجي على عيونك بشكل مباشر، ممنوع يجي شامبو على عيونك، ممنوع غبرة، ممنوع اي شيء يجي على عيونك. من الاخر بدك تحافظ على عينك، لا تشد عليها، لا تضغط عليها، لا تحممها، لا تدخل عليها شامبو ولا اي حاجة في اي حتة. بعد هذه فترة ال 14 يوم تبلش هاي الريستريكشنز او هذه الممنوعات او هذه التعليمات تخف شوي شوي. هلا السؤال اللي قبل هاد كان السؤال رقم 12، اللي هلا هون راح يكون السؤال رقم 13. واو قديش جينيوس ات ورك، عشان احكي لك
السؤال رقم 13 بيحكي لك يعني بعد 14 يوم ترجع الحياة طبيعية 100%، ترجع تشوف تمام أمورك 100% والحياة وردية والعصافير تزقزق والسماء زرقة زي على قولة صديقي اللي بنشغل مع بعض؟ الجواب هو definitely لا. باي ذا واي السؤال بيقولوا تكمل كانوا بتوقف استخدام القطرات، حكينا مليون مرة عن القطرات، لكن الجواب هو definitely لا، أكيد لا، ما راح توقف وما راح تصير الحياة وردية والعصافير ما راح تزقزق والسماء ما راح تكون زرقة. ليه؟ هلا أنا بعد 7 أيام النظر كان لسه في غباش، يعني كنت بشوف نسبة لتسي 70%. كيف بتحدد أنت أنك بتشوف بنسبة 70%؟ راح تصير أنت إن شاء الله، يعني إذا كنت محتاج العملية وعملتها هتفهم الحكي اللي بحكي لك إياه. هلا بالأسبوع الثاني بتبلش تحسن من 70% لـ90%، ما راح تحسن 100%. في الأسبوع الثالث أو خلينا نحكي لـ80 أو 85%، في الأسبوع الثالث من 85% لـ95%، والأسبوع الرابع عاد تتحسن أمورك إن شاء الله وتوصل لـ99% من النتائج المرضية اللي أنت كنت بدك إياها. فبعد العملية 14 يوم هدول غير كافيين حتى ينتهي الأفكت تبع العملية أو أنك أنت تكون خلص رجعت أمورك طبيعية 100%. وباي ذا واي العملية ما بتحل لك الحياة كلها، ترجعك 6 على 6، لكن هي بتحل أو بتوقف باي ذا واي انه انت العملية هاي اول شيء راح ترجع لك الخلل اللي كانت النظارة تشتغله، يعني مش كل شيء في الحياة بينها. وابوقعوك على اقرار ان هم غير مسؤولين عن نتائج العملية يس. وابوقعوك على انه في نسبة 5% من اللي بيعملهم العملية بيرجعوا بيلبسوا النظارة يس. وابوقعوك على انه انت في 100% نسبة جفاف راح تصير في العين. كل هذا الحكي عادي لانه مليون الف حدا بسال انت عن الدكتور، هل هو عامل عمليه هاي قبل هيك اكثر من مره مثلا، نسبه النجاح في عملياته قديش، هل في ناس من عمل لهم العمليه رجعوا له اياها، يعني بلا 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 هاي الاسئله. واعملها في مركز يكون معروف او في مستشفى يكون معروف. وعشان تعرف كمان النسب اللي انا كنت بشوف فيها بعد 7 أيام من العمليه، او بعد اسبوع يعني، لا مش بعد اسبوع، بعد 4 أيام ازالوا لي اللينس، وبعد اسبوع من ازاله اللينس رحت افحص نظر عند نفس الدكتور باي ذا واي. اللي أنا قدرت أجاوبهم واللي شفتهم عبارة عن 60 لـ70%، عشان هيك كنت بحكي لك أنا كان نظر عندي 70. هلأ بعد كمان أسبوع من هذا الفحص رحت أفحص نظر، واللي صار أني أنا جاوبت بالعين اليمين 95% وبالعين اليسار 100%، لكن بسبب الجفاف كانت كمية غباش هائلة، وهذا حكالي أنها تخف تدريجيا، وأنا كنت خايف يعني صراحة، وما كنت واثق بهذا الحكي لأنه كان بطيء التحسن، لكن الحمد لله طلع الكلام صحيح 100%. من الأسئلة اللي كثير مهمة، الموبايل والكمبيوتر شو حيصير فيهم؟ هل راح أقدر أستخدمهم ولا ممنوع؟ ما حدا راح يقول لك لا تستخدمهم، يعني الدكتور راح يقول لك عادي إذا بتقدر استخدمهم، الفاحص راح يقول لك عادي إذا بتقدر استخدمهم. طبعا لما حكوا لي هيك لما سألت قبل العملية قلت لهم هل أنا راح أضطر إني أنا أغيب عن الكمبيوتر كتير، أو مثلا هل أنا بقدر أستخدم الكمبيوتر بعد العملية مباشرة؟ حكوا لي يس عادي إذا بتقدر استخدمهم ما عندك مشكلة. فأنا ما فهمت كلمة إذا بتقدر استخدمهم ما في مشكلة. هلا الفكرة إنه بعد العملية أول 3 لـ4 أيام أنت مش هتقدر تطلع على إشي بطلع إضاءة، عشان نكون متفقين، ومش هتكون شايف. بعد فترة أسبوع يعني من 4 أيام لـ أسبوع أنت هتقدر تفتح الكمبيوتر لتسي ماكسيمم أوف 1 to 2 hours، عشان إذا قدرت يعني طبعا إن كيس إنك أنت قدرت. شو يعني قدرت؟ مش إنك تقدر إنك أنت تمسك اللابتوب وتفتحه، لا مش هذا الموضوع. الموضوع إنك تقدر تشوف أصلا شو يعني تقرأ ايش المكتوب على الايكونز. فانت حتكون ذكي جدا وجينيوس ات ورك وتحكي لي طب عادي بكبر ريزوليوشن تبع السكرين. يا سيدي انجوي، كبر قد ما بدك، اذا قدرت تقرا انا بكون يعني كثير مبسوط لك. فانت ما راح تقدر تقرا التفاصيل هاي. طب عادي بشتغل على الورق، باي ذا واي حتى الورق كمان بيكون مغبش، فالموضوع مش بهاي السهوله اللي انت متخيلها. هلا الاسبوع الثاني بخف الوضع شوي، حتقدر يعني انا قدرت استخدم الكمبيوتر لمده 1.5 ساعة من غير ما يصير اي يعني مضاعفات. شو المضاعفات؟ عيني ما راح تفقع باي ذا واي، بس انه حتصير في حرقه، حتصير بدك تقطر اكثر لانه بسبب جفاف، حيصير معك صداع شديد. هلا انا في يوم من الايام استخدمته لمده 3 ساعات في هذا الاسبوع الثاني، صابني صداع شديد صراحه. هل هو من استخدام الكمبيوتر؟ هل هو انا ما كنتش نايم منيح؟ هل انا مش ماكل؟ هل انا مش شارب؟ انا اي دون نو، بس اضطريت ان اخذ بانادول نايت وما جاوب، واخذت فولت فاست ويلا يلا جاوب، واخذت المسكن اللي كان عندي. فالموضوع مش بالسهولة اللي انت متخيلها، انه اذا بتقدر فانت يعني مش عضلات، الموضوع هو عبارة عن عين وهو حسب العين. هلا بعد الاسبوع الثاني يعني بتضل في غباش، بس بتقدر تستخدم الكمبيوتر. في الاسبوع الثالث للرابع امورك بتكون 100%، يعني انا اليوم
بشتغل فول داي على الكمبيوتر، اوكي انا بقوم وبروح وباجي وكذا، لكن انا طول اليوم عادي بداوم دوام طبيعي وبشتغل شغل طبيعي. فهذا هو موضوع الكمبيوتر، فانت لازم تفهمه كثير 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 منيح. السؤال رقم 15 كلنا بنستنى فيه، قديش كلفتك العمليه؟ من الاسئله اللي كثير مهمه بالنسبه لكثير ناس، قديش بكلف العمليه، لانه المبلغ تبع العمليه بالنسبه لكثير كثير 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 ناس مش بسيط. هلا انا عملت عمليه تصحيح النظر بالليزر، ليش بضل احكي اسمها؟ لانه كثير مهم تعرف اي عمليه اللي انت راح تعملها، لانه كلف العمليات تختلف ومن مكان لمكان تختلف. انا عملتها في الاردن وعند مركز ما احكي اسمه عشان ما حدا يقول لك بيعمل دعايه، لانه تعرفوا انا من مشاهير السوشيال ميديا، عندي 7000 مشترك ما شاء الله. لا، لكن الموضوع انا اللي عملتها هي عمليه ليزر PRK، I think إنها PRK أو PKR I don't remember، بس هي تصحيح النظر بالليزر. هذه I think تعتبر من أرخص عمليات تصحيح النظر، لأنه كل عمليات كانت تزبط على عيني. كلفة الفحوصات كانت I think 70 دينار أردني، الدينار الأردني الدولار الأمريكي يساوي 0.7 من الدينار الأردني عشان اللي بده يحسب، و يساوي الدينار الأردني 5.19 ريال قطري أو سعودي أو درهم إماراتي، هدول نفس الشيء I think كلهم. المهم شو كنا بنحكي؟ كنا بنحكي إنه الفحوصات بتكلف 70 دينار اللي قبل العملية، والعملية itself الكوست تبعها 50 دينار، فالعملية بلس الفحوصات اللي قبلها 570 دينار أردني. 70 دينار عملوا لي إياهم خصم، شلوهم ما دفعتهم، ومن 500 دينار عملوا لي خصم 100 دينار. هلا بيعملوا للكل ما بيعملوا للكل انا ما بعرف، لكن انا الكوست تبعي اللي انا دفعته للعمليه اتسلف بلس الفحوصات اللي قبل العمليه كان 400 دينار اردني. اذا بدك تحسبهم، حكيت لك انه الدولار الامريكي يساوي 0.7 من الدينار الاردني، والدينار الاردني يساوي 5.2 اذا ريال قطري سعودي درهم اماراتي، فاحسب واحكي لي بالكومنتس كم تطلع في عمله البلد تبعك عشان كلنا نعرف قديش الكوست تبعنا إذا بدنا نعملها في الأردن عند دكتور نعمله جاسر في المركز اللي عمل عنده جاسر، ماشي. والفكرة اللي بدي أحكي لك إياها إنه القطرات اللي راح تستخدمها بعد العملية الكوست تبعها مش قليل، أتليست في الأردن يعني. أنا عارف شو أسعارهم، راح أحكي عنهم كمان شوي. السؤال اللي بعده حكيته كثير بس أحكيه مرة تانية في هذا الفيديو، كم المدة اللي ضليتك تستخدم فيها القطرات؟ لأنه هذا راح يفرق معك في حسبة سعر القطرات اللي أنت راح تستخدم، القطرات اللي راح تحطهم إيذر العلاج أو الترطيب. الآي موكس لمدة أسبوع أو 4 أيام لخمسة أيام، الإف إم إل لمدة 3 شهور أو 3 شهور ونص، والكمفورت شيد لمدة 6 شهور، طبعا مع اختلاف البرنامج اللي حكيناه في الفيديو اللي قبل، فرجع الفيديو اللي قبل شوفه كتير 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 ضروري. طبعا السؤال اكيد من اني قاعد بقول لك اسعار القطرات تعتبر مش قليلة، هل اسعار القطرات اللي راح استخدمهم بعد العملية غالية ومكلفة؟ بتطلع القطرة اتسلف لحالها مش غالية، لكن الكمية اللي بستخدمها على السبان الطويل هاد، في حالتي انا لاني مسافر واشتريتهم مع بعض لكمية تكفيني لفترة، فهو تعتبر غالية. بس قبل ما ادخل في التفاصيل اسعار القطرات، في سؤال بيجي، شو السؤال بيحكي لك؟ طب انت شريت كمية قطرات كبيرة ما حتخلص صلاحيتها قبل ما تستخدمها، القطرات اللي بتشتريها هاي مدة صلاحيتها من وقت الفتح مش من وقت ما انت ما انصنعت، يعني انت اذا اشتريتها وحطيتها عندك سنة وبعد سنة فتحتها، يعني المفروض يسيو مع حسب الصيدلانية اللي بعتني اياهم انه يس انت بتقدر تستخدمها عادي ما عندك مشكلة لمدة شهر من الفتح. I think واحدة من القطرات I think تريوم عادي بتقدر تستخدمها أكثر من شهر. So هاي الصلاحية تبع القطرات. طيب نرجع للسؤال الكثير مهم، كيف أسعار هاي القطرات؟ الآي موكس مش متذكر صراحة، لأنه لما شتريناها أنا كنت سلامتك مش شايف أصلا أختي اللي شرت لي إياها. هلأ الإف إم إل الوحدة 2.15 دينار أردني، واحسبهم إذا بالدولار أو بعملة بلدك. بالترطيب تعتبر I think غالي بالنسبة لكثير ناس. القطرة الكمفورت شيلد اللي I think فيها 15 دروب تيجي قطع، يعني كل واحدة فيها 3 ملي I think، هذه سعرها 14 دينار أردني وفراطة، يعني فراطة يعني تشينج شوية فرق. يعني اللي بتيجي قطرة عادية سعرها I think 11 دينار وشوية فرق. التريوم فري 9.8 دينار أردني بالضبط. طيب هلأ شو اللي صار؟ اللي صار أني أنا محتاج قطرات كتير
لأنه أنا في الأسبوع تقريبا كنت أخلص قطرة أو 8 أيام لا 10 أيام، ففي الأسبوع اللي تسي أني أنا بدي قطرة من هاي القطرات، فأنت بعد العملية بدك 3 شهور تستخدم القطرتين، فأنت بدك 4 كل شهر في 3 12 12 من كل قطرة. فالFML راح تكلفك تقريبا 30 دينار أردني لمدة 3 شهور، والكومفورت شيل فراح تكلفك تقريبا 140 دينار 150 دينار أردني. فأنت بتقدر تحسب هذه الخلطة. I think أني أنا دفعت على القطرات قبل ما أطلع من الأردن ما يقارب 300 دينار أردني، فأنت يعني نفس كوست العملية أنت عم بتحطه كمان على القطرات. هلأ أنت ما تنصدم كثير من الرقم، لكن أنت إذا كنت عايش في البلد اللي هتعمل فيها العملية اللي انكتب لك فيها القطرات، أنت على span of time اللي قاعده أنت يعني كل فترة راح تشتري القطرة، فأنت ما هتحس فيهم. لكن أنا لأني شريتهم مرة واحدة توتو على كابوتو حسيت فيهم. والسؤال المهم، هل في طيب تكاليف ثانية بأنك أنت كثير هيك جززتنا وجننتنا وصدمتنا بهذه الأرقام؟ لا، في تكاليف ثانية. أول شيء إجازة العمل اللي أنت راح تأخذها، لأنه أنت ما راح تقدر تشتغل specially إذا كنت تشتغل على الكمبيوتر. وإذا بتشتغل على الورق فأنت أول فترة أول أسبوع لأسبوع ونص هتاخد الإجازة، فإجازة العمل اللي راح تنخصم عنك إذا كانت بدون راتب. رقم 2 القطرات. رقم 3 المواصلات اللي هتقضيها رايح جاي. رقم 4 المسكن والبنادول اللي هتشتريهم. ورقم 5 ديفينتلي النظارات الشمسية اللي راح تضطر تشتريهم. وإذا كنت مفزلك زي عطوفتي فأنا ما صدقت على الله صرت بقدر ألبس نظارة شمسية، لأن قبل ما كنت أقدر ألبس نظارة شمسية مقضيها دائما في النظارة الطبية. ليه ما كنت أحط لينسز تلبس نظارة شمسية؟ حر أنا، هذا مش شغل. أنا ما بحب أحط اللينسز جوا عيني كنت، فكنت أضطر دائما ألبس النظارة الطبية. فروحت اشتريت 3 نظارات شمسية، والنظارات الشمسية اللي بدك تشتريها المفروض تكون نوعيتها منيحة عشان أنت أصلا إيش كان؟ كان في جرة وطلع لبرا إيش زي هيك. او انك انت حديث نعمة يعني. والشغلة الثانية عشان تحمي عينك منيح، فسعرهم بيكون غالي يعني بين 50 دينار، هذا يعتبر مش غالي، وبتطلع لل 150 دينار وال 100 دينار وال 200 دينار وال 300 دينار، فانت وايش اللي بدك يا هذا المتوسط يعني، في اغلى من هيك لكن اي داوت انك يعني خلينا نحكي الشريحة الاعظم او السواد الاعظم من الناس انها تروح مع هاي الاسعار. فسعر النظارات الشمسية برضو إلى كوست. والشغلة الثانية المهمة كتير، إنه شغلك على الكمبيوتر كتير، فأنا النظارة اللي كانت عندي هتلاحظوا إنه أنا هيني لابسها، لكن هاي النظارة العدسات فيها ما عليهم درجات نظر، يعني أنا ما بعدل لي النظر. الفكرة في الموضوع إنه هذه العدسات عليها طبقات حماية من الأشعة ومن الكمبيوتر ومن مش عارف شو، هل هي مفيدة مش مفيدة الله أعلم، لكن هيها موجودة وإحنا بناخد بالأسباب وأمورنا 100%، فبنشلحها. في سؤال كتير مهم للصبايا، للشباب اللي بيحبوا هذا الموضوع، هل بقدر أحط عدسات ملونة أو عدسات artificial بعد العملية؟ للأسف راح أقول لك إنك أنت مضطر تتخلى عن جمالك الصناعي اللي أنا ما بحبه، حر أنا ما بحبش هذول اللينسز، لمدة لا تقل عن 1 لـ 1.5 سنة، لأنه عينك هتكون ماكلة زفت من العملية. طبعا أنت عادي شايفه مش بتأثر وكذا، لكن أنت ممنوع تحط هذه اللينسز بناء على معلومات صديقي العامل في مجال العيون. وآخر سؤال هو السؤال رقم 20 عشان نختم هذا الفيديو، هل يا جاسر تنصح في هاي العملية؟ إذا بدي أنصحك بيرسونال فأنا لا بنصح ولا ما بنصح. حطيت لك معظم الأسئلة اللي انسألت في فيديوهين شوفهم، وحطيت لك شو تأثيرات العملية، حطيت لك المدد اللي أنت راح تحتاجها والتكاليف اللي راح تحتاج تدفعها، مناسبة أو غير مناسبة، بنصحك فيها أو ما بنصحك فيها، بتحبها ولا ما بتحبها، هذا قرارك الشخصي أنت بناء على محيطك والسيركمستنسز أو العوامل المحيطة فيك، فأنت قرر. لكن على المستوى الشخصي أنا جاسر يس حبيت العملية ونتائجها الحمد لله مرضية وبنصح فيها. هل راح يرجع لا سمح الله ألبس نظارة ويرجع نظري يضعف؟ هذا الجواب ما بقدر أجاوبك إياه هلأ إلا بعد 1 سنة 2 5 10 span of time اللي محتاج اني انا اجرب فيه هاي التجربة. لهون بقدر احكي لكم thank you بالف الف الف سلامة للجميع، واللي بحب يعمل عملية يتواصلوا معي، اذا في حدا بالاردن برضو بحب يعملها يتواصل معي، وفي قطر انا موجود برضو بقدر يتواصل معي، فكل channels تبع التواصل متاح. اذا شايفين انه هذا الفيديو مفيد فاعملوا لايك، اعملوا له شير لاصحابكم اللي ممكن يعملوا عملية او حابين يتعرفوا عليها او يعرفوا معلومات عنها من تجربة فعليا صارت وجديد بال2021 بشهر 6.
واعملوا لي بالنوتيفيكيشن بالله عشان تضلوا تشوفوني واجننكم دائما. سلام.